طيب، أول حاجة أرحب بجميع الموجودين في القاعة في الغرفة الثانية. عنوان الجلسة لهذا اليوم بيكون الممارسات الأفضل للترويج وتمكين المهارات الرقمية في المنطقة العربية. طبعاً الهدف أو الفورمات حق هذه الجلسة بيكون برين ستورمينج، عصف ذهني. بحاول بالمشاركة يعني مع كل اللي موجودين في الغرفة إنه نخرج بأفضل الأدوات، أفضل الممارسات اللي ممكن تساعدنا إنه نروج للمهارات الرقمية اللي موجودة في الريجنال هابس أو التك هابس أو المراكز التجمع للمهارات. بحاول بس انني اشارك البرزنتيشن حقي. دقيقه. اوكي. طبعا قبل ما نبدا بس احتاج اتاكد انه الكل يقدر يتكلم علشان انه هذه الجلسه بتكون تفاعليه، فاذا ممكن حد يعني يعمل انميوت واقرب يكلمني علشان أتأكد من أن الصوت واضح عندي. أوكي. أوكي، طلع لي إنه الميكروفونات الآن متاحة. أحب بس كذا بسرعة أتعرف على اللي موجودين وعلى خلفياتكم، من يعني من ناحية في إيش من ريجن أو في إيش من بلد أنتم، ومن إيش الخلفية الوظيفية اللي جايين منها. إذا ممكن أبدأ من عند ببدأني بالترتيب اللي موجود عندي. ببدأ بشير الضراي، هل ممكن تشاركنا؟ أستاذ بشير. أوكي، ممكن ننتقل للي بعده. أستاذ محمد. أوكي أستاذ بشير، أيوة اسمعك. أولا تحياتي لك أستاذ أيمان ولكل الحاضرين. أنا اسمي بشير الضرعي، باحث يمني في مجال علوم الإعلام والاتصال، ومهتم بكل ما له علاقة بالرقمنة والممارسات الرقمية. ونحن نشاهد الجلسة سويا مع الأستاذ فهمي الباحث الآن في أحدى مقاهي تونس. أهلا وسهلا. بالتوفيق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وسلامي لفهمي. شكرا. أستاذ محمد حموش. حموش أستاذ محمد، أنا شايفة تشات. أوكي، تعذر المشكلة. طيب، أستاذ أحمد عوض. أستاذ أحمد عوض، إذا مش قادر تفتح المايك ممكن إنه تحط مثلاً اسمه، تحط مسج إنه ما ترغبش في المشاركة. طيب، علشان الوقت أنا بنتقل للي بعده. أستاذ أيمن. أستاذ أيمن، أوكي. طيب، أستاذ بشير السماوي،
أستاذ بشير؟ لا؟ أوكي موسى، اللي مش قادر يفتح اللي مش قادر يفتح المايك ممكن يحط بس الاسم والخلفية يعني المكان والخلفية الوظيفية علشان البرين ستورمينج يتم إدارته بشكل أفضل. معي أحمد عوض، أيمن، بشير السماوي لسه ما سمعتش منكم، وهنا جوهري وجوليا ورأفت المعمري وأسامة البهارنة. اللي ممكن منكم متاح ممكن يفتح المايك بليز. أوكي جوهري من مصر، مدير مشروع ترجمة Global Voices. أوكي جميل. مساء الخير جميعا. مساء النور. معكم أسامة البحارنة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. يعني عملت في مجال التكنولوجيا خلال 40 سنة الماضية في مجال الأكاديمي وأيضاً في الشركات الخاصة. أهلا وسهلا أستاذ أسامة، شرفتنا. الله يسلمش. الله يسلمك ويعافيك. خلاص أعتقد نقدر نبدأ باللي موجود. أوكي زي ما واضح في الـ presentation اللي موجودة، الهدف بشكل أساسي زي ما وضحت لكم إنه نوصل لـ best practices أو ممارسات فضلاء أو أدوات ممكنة للترويج للمهارات الرقمية. ولما أتكلم أنا على المهارات الرقمية أنا بتكلم من خلفيتي، أنا أعرفكم بنفسي، إيمان المقطري، مديرة مشروع في مؤسسة رواد وأنتربنور، وأشتغل بشكل أساسي في تمكين الاقتصادي للمهارات الرقمية وشبكهم بسوق العمل. أعمل على هذا على هذه المهمة على أكثر من صعيد، من صعيد العمل المجتمعي المجتمع المدني عبر مؤسسة رواد، وكمان بشكل يعني قطاع خاص بشكل ربحي عن طريق منصتي. في هذه المنصة بنحاول إنه نشغل المبرمجين ونحاول نشغل الناس اللي في الديجيتال ماركتينج والناس اللي بتشتغل في المالتي ميديا. وأنا أضفت باعتبار إنه خبز ونت بيضم الصحفيين والناس اللي شغالة في الميديا، كمان ضفت القطاع الميديا. اللي أوت بيكون كالتالي: أول حاجة بنحاول إنه نفهم مع بعض الريجنال والمشاكل اللي موجودة في الإقليم بشكل عام من ناحية الوصول للمهارات أو الترويج للمهارات الرقمية ووصول هذه المهارات للأسواق المجاورة أو الأسواق الأجنبية. مش بس يعني التشالنجز، مش بس التحديات، كمان الحلول من وجهة نظر سريعة. بعدين بنشتغل زي ما قلت لكم على ثلاثة قطاعات. اللي يحب انه يقترح قطاع ثالث غيرهم يكون برضه هو كويس. انا بشتغل على السوفتوير انجينيرينج والمالتي ميديا والميديا. والشيء الثالث كمان بنحاول انه نفهم القطاعات هذه او التحديات هذه من ناحية المعرفة، الحصول على المعرفة ومشاركة المعرفة، من ناحية تسويق المهارات وعمل ترويج وهويات لهذه المهارات. والتحدي الثالث او المفهوم الثالث اللي بنحاول نفهمه اللي هو الوصول للفرص في الأسواق المجاورة. بنشتغل على أربعة زي ما قلنا على ثلاثة قطاعات، بعدين بنشتغل على أربعة ليفلز. بنبدأ من الأدنى اللي هو إيش اللي من مستوى الأفراد، إيش اللي ممكن الفرد يعمله علشان يحصل على المعرفة ويشارك المعرفة اللي موجودة عنده، إيش اللي مفروض إنه الفرد يسويه علشان
يحصل على فرص أجنبية وكمان أو على فرص ملائمة من أسواق مختلفة، وكمان علشان يسوي ترويج وبراندينج أو عمل هوية تجارية أو هوية ربحية له. وبنشتغل بعدين زي ما بعد ما نشتغل على الليفل حق حق الافراد بنحاول بننتقل لليفل القطاع الخاص او الستارت ابس والانتربرايزز، بعدين ننتقل للقطاع الثالث اللي هو او الليفل الثالث المرحله الثالثه اللي هي على مستوى المجتمع المدني، ايش اللي ممكن يسويه ويقدمه لهؤلاء يعني الافراد علشان يوصلوا للثلاث الاهداف، واخر شيء على مستوى الحكومات. نجهز ثلاثه متريكس كالتالي بيكون شكلهم. هذه المتريكس الاولى، هذه بالنسبه لقطاع السوفت وير انجينيرنج او البرمجه وانشاء البرمجيات. القطاع الثاني اللي هو المالتي ميديا او الوسائط المتعدده، يضم الناس اللي يشتغلوا في الـ في الجرافيكس والموشن وهذه القطاعات يعني الوسائط المتعددة. وآخر شيء قطاع الميديا. قبل ما ندخل فيه لأنه هذه brainstorming أو جلسة عصف ذهني، هل نتفق على هذه الثلاث القطاعات ولا تحبون نضيف قطاع رابع لهم أو نغير واحد من القطاعات؟ أنا شايفة إنه هنا في ناس صحفيين وناشطين كمان، يعني سعيدة إنه في حد بيشتغل في الترجمة وهي كمان يعني من المهارات اللي ممكن تصديرها والوصول فيها إلى فرص كويسة. فهل هذه القطاعات كافية نقللها نزيدها؟ بتقدروا تفتح اللي عنده مداخلة يقدر يفتح المايك، أو ممكن بس يعني تعملوا أجري أو ديسأجري في الشات. كافية هاي القطاعات لأنه الوقت ضيق، ما يعني ما تبقى 45 دقيقة، أوكي. أفضل إن إحنا نكمل في الثلاث قطاعات. طيب نعطي الأولوية لإيش من قطاع؟ يعني هو software engineering قد يكون يعني من أهم القطاعات ممكن نبتدي فيه. خلاص أوكي. طيب نبدأ من عند زي ما قلنا من عند software engineering، وبنبدأ من مرحلة الأفراد أو من مستوى الأفراد. في أول عمود اللي بنشتغل عليه اللي هو عمود المعرفة أو knowledge والinnovation والابتكار. وطبعا ايوه الاخ ام، ايوه كل قطاع طبيعي له خصوصياته، علشان كذا بنحاول نفهم التحديات او نفهم الفرص من اكثر من قطاع، لانه كل قطاع بيوري لنا صعوبات او جهات مختلفه. فزي ما قلنا بالنسبه لقطاع السوفت وير انجينيرنج، بنبدا اول حاجه بالادوات المتاحه لنشر المعرفه والأدوات المتاحة للوصول للابتكار. طبعاً نحن عارفين أنه في فجوة كبيرة بين المنطقة العربية وبين الدول المتقدمة من ناحية الابتكار، براءات الاختراع اللي تسجل سنوياً تكاد لا تكون لا تذكر من المنطقة العربية، مقارنة بالاستحواذ الكبير اللي مثلا في أمريكا يليها بعدين دول الاتحاد الأوروبي ودخلت بقوة كمان الصين وغيرها. وكل ما زاد يعني التطور الرقمي، كل ما زادت هذه الفجوة بين الدول الأقل حظا وبين الدول العالم الأول. واحد من اهم يعني الاهداف او اللي اعتقد انه لازم كلنا نسعى لها، انه نستخدم التكنولوجيا ونستخدم الانترنت كمورد لمشاركه المعرفه ولتسهيل
الوصول للابتكارات والوصول للاختراعات، واللي بالتالي ممكن يسوي ارتفاع في عدد الاختراعات أو الابتكارات اللي تخرج من المنطقة، عدا عن أنه الابتكارات اللي تجي من خارج المنطقة إلى داخل المنطقة هي يعني تعتبر ابتكارات غير مرتبطة أو دخيلة على المنطقة، وقد أحياناً تسبب تناقض أو تعارض أو تضارب مع قيم المجتمعات التي تستضيف هذه الاختراعات أو الابتكارات. ونحن نعتقد إنه المسار المناسب لإنه يتم عملية ابتكار هي إنه أبناء البلد أو أبناء المنطقة هم اللي يخرجوا بهذا الابتكار نتيجة لارتباطهم بهذه المشاكل. فخلونا نفكر مع بعض، مثلا إذا في شاب بيحاول إنه يوصل للمعرفة، نبدأ أول حاجة بالمعرفة قبل الابتكار، يحاول إنه يوصل للمعرفة عن بشكل عام، إيش هي غالبا الأدوات اللي هو بيستخدمها؟ أنا ممكن أقترح إنه مثلاً الجامعات، المعاهد، هذه بشكل فيزيائي، بشكل في الحياة الحقيقية in real life. إذا ممكن يعني تشاركوني إيش اللي بيحصل في بلدانكم، أو الشباب اللي حابين إنه مثلاً يتعلموا software engineering، إيش الأدوات اللي يلجأوا لها في الحياة الحقيقية وعلى الإنترنت؟ حد يحب يشارك؟ ما المقصود بالشباب والإنديفيدوالز؟ هل تقصدين خريجين الجامعات في المجالات التقنية، أو تقصدين بصورة عامة يعني بصورة عامة الثانوية؟ أي فرد حابب إنه يتعلم برمجة، يتعلم software engineering. يعني هو السوفتوير انجينيرينج لازم يبدي من المدرسة، واللي يظن ان ممكن يبدي من الجامعة، يعني هو يعني الخبرة تقول لنا ان لازم الشخص يبدي من المدرسة، لازم المدارس تبتدي تعلم البرمجة وتطور قدرات الطالب، عشان لما يتخرج بعدين يقدر يستقل في قدراته وتفكيره، وممكن يدخل إلى الجامعة ينمي قدراته. ولكن اليوم لازم في تحصيل علمي عن طريق الجامعات، هو اللي السبيل الأمثل يعني. بس هل تعتقدوا أنه هذه فقط هي الأدوات الكافية، وأنه مخرجات الجامعات بالأدوات التعليمية اللي موجودة هي بتتيح للخريجين أنهم يوصلوا من مرحلة تلقي العلم لمرحلة الابتكار؟ هنا في أخ أحمد عوض حط الأونلاين كورسز، أحب إذا تقدر تسهب يا أستاذ أحمد من فين مثلاً هذه الكورسات تكون، في مجتمعك، في بلدك، غالباً لإيش من منصات يلقوا علشان يحصلوا على الأونلاين كورسز؟ أو أي حد يحب إنه مثلاً يسهب أكثر، سواء في النقطة إنه هل المخرجات الجامعية في بلدانكم هي تؤدي الغرض، والخريجين يكونوا مؤهلين إنهم يوصلوا لمرحلة الابتكار، وكمان نقطة الأونلاين كورسز، إيش المنصات اللي غالباً بيلجأوا لها الأفراد في محيطكم؟ إذا تسمحي لي أختي إيمان، بالنسبة للزملاء في المجموعة، يعني بعض الكثير منهم ما يقدر يتكلم لأنه هو مختار خيار السماعة بحيث أنه هو ما يستطيع يتكلم، فيجب أول شيء أنهم يكنسلون أو خيار السماعة، فيطلع لهم خيار الميكروفون ويختاروا خيار الميكروفون،
عشان يقدروا يشاركونا بالحديث. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى يعني بالنسبة للإنديفيدوالز، يعني الحصول على المعرفة هو بيد الإنديفيدوال، سواء عن طريق الأونلاين كورسز، الجامعات، المعاهد، تنمية القدرات الذاتية. لكن في اليوم وفي التكنولوجيا الموجودة حاليا، إن الشخص الانديفيدوال يوصل إلى مرحلة الابتكار، هذا صعب وشبه مستحيل. اليوم الابتكار يتم عن طريق مجموعات مع بعض، عن طريق ستارت أبس، عن طريق انتربرايزز، ولا يتم عن طريق الانديفيدوالز. فهاي نقطة يعني لازم نركز عليها، إن احنا نتوقع من الانديفيدوال انه هو يدرس بروجرامينج، يحصل شويه خبره، يسوي برمجه، حيعمل انوفيشن. لا صعب يعمل انوفيشن. الانوفيشن يبي لها سنين من الخبرات ويبي لها عمل جماعي. اليوم التطوير في التكنولوجيا يحتاج عمل جماعي وليس عمل فردي. هاي وجهه نظري، شكرا. يس اتفق هنا. اوكي اخ ام، تقدر انه تشارك؟ اوكي، يعطيك العافيه. اول شيء الله يعافيك. بخصوص الابتكار، مساله الابتكار برايي هي مساله معقده، لانه لها بروسس طويل. الافراد ما راح يقدروا يعملوها، سواء شيء له علاقه بالانتلكتوال بروبرتي او الملكيه الفكريه، سواء له علاقه بالتمويل، سواء له علاقه بالجهه الداعمه لهيدا المشروع او الابتكار. والتحدي الأكبر بهذا السياق هو في كتير ناس أو في كتير مبتكرين بيعتبروا إنه هم عم يعملوا ابتكار، ولكن للأسف في بناء على دراسات عملت، بس زي مش في كليفر عملت بحث توصلت إلى إنه 70% من الأشياء اللي ممكن الجهات حتى أو الأفراد بيعتبروها هي ابتكار، بمجرد إجراء بحث حول براءات الاختراع السابقة بيطلع أنه هيدا مش ابتكار. في صرف أموال أحياناً بصير على أنه ابتكار وهو ليس ابتكار بطبيعة الحال. شكراً لك. أوكي، سو إذن أعتقد أنه ممكن مسألة الابتكار تنتقل، هي تكون في ليفل أعلى، بما أنه في إجماع أنها ما تجيش على مستوى الأفراد. ممكن نرجع نناقشها مثلا لما نوصل للسيفل سوسايتي ولا الجوفرمنت، ولا ممكن حتى يعني القطاع الخاص كمان يدخل في الابتكار. فنخلينا اول في النولج، واعتقد هنا الاستاذ احمد عوض كتب في منصه اسمها ممكن تكون مفيده للمبتدئين في البرمجه والمعهد العربي للتعلم لغات البرمجة. أستاذ أحمد، أنت من إيش، من بلد تقريبا؟ أنت lab specialist و content creator. أوكي، من السعودية، أهلا وسهلا. طيب، في كمان منصات، المنصات اللي متاحة زي Audacity، Udemy، هذه المنصات، هل بتعتقدوا انها مناسبه للكونتكست العربي ومناسبه للمستخدم العربي والا لا؟ يوديمي، اوكي. هي طبعا يوديمي فيها محتوى عربي، وأنا عن نفسي أعتقد أنها من المنصات يعني الكويسة. هذا بالنسبة لمنصات التعلم عن بعد. كمان يعني في نحن عندنا هنا في اليمن في توجه من الشباب أنه يتعلموا أشياء على اليوتيوب، وهذا أعتقد أني قد يكون من المسارات اللي شوية مش efficient، مش فعالة، لأنه التعلم من اليوتيوب يحرم المتدربين من إنه يخوض تجربة تدريب حقيقي، يحرمه من التفاعل مع كلاس روم، يحرمه من التفاعل مع المدرب أو المدرس أو معطي المادة، ويضيع عليهم وقت طويل جدا لغاية ما يوصلوا للمعرفة
اللي هما بيبحثوا عنها. مش عارفة إذا هي مشكلة across the region، هي على امتداد المنطقة العربية، ولا هي بس مشكلة موجودة عندنا؟ اوكي. اخ استاذ أسامة اذا حاب تشارك. طيب اوكي خلاص، اذا بنتقل اذا ما فيش اي مداخله الان في هذه الليفل، اعتقد بنتقل للليفل اللي اعلى منه اللي هو ليفل القطاع الخاص او الستارت ابس. ونحن كنا بدانا تكلمنا الاستاذ ام، مش عارفه ايش الاسم بالضبط، كان نوه انه فعلا الابتكار، والاستاذ اسامه كمان نوه انه الابتكار بيكون على قطاع أوسع، أو تلقي المعرفة بيكون على قطاع أوسع من قطاع، على مرحلة أكبر من مرحلة الأفراد. ومن ناحيتي أعتقد إنه القطاع الخاص أو الانتربرايزز هم معول يعني مسؤولين جدا على مسألة قيادة الابتكار، أول حاجة لأنهم هم المستفيدين من الانوفيشنز اللي تطلع، هم اللي بيمتلكوا أموال مش مقيدة، non-restricted funds، على عكس اللي ممكن يكون مثلا في المجتمع المدني أو أوكي الحكومة شوية، بس على المجتمع المدني عادة يكونوا مرهونين بشروط مانحين وكذا. فأتوقع أنه القطاع الخاص هو اللي لازم يقود عملية الابتكار. من ناحية أول حاجة الشركات المحلية، وفي ليفل ثاني اللي هي الانترناشنال كوربريت أو الشركات العالمية، أتوقع أنه من مسؤوليتهم أنه يبدأ بالذات إذا عندهم مراكز بحثية في أماكن في يعني في بلدان أو أقاليم فيها الابتكار كبير، إنه يحاولوا نقل هذه المعرفة أو المعلومات إلى القطاع أو الأقاليم الأقل حظا، وممكن إنه نضغط بهذا الاتجاه. هل بتعتقدوا إنه القطاع الخاص بيتحمل مسؤولية معرفة، نقل المعرفة ونقل وتشجيع الابتكار، وإلا لا؟ وهل هذا الشيء أصلاً موجود في بلدانكم أو لا؟ أحب أسمع من اللي موجودين. إذا سمحتي لي أبدأ بتعليق على الموضوع. يعني هي الشركات الخاصة وخاصة سواء كانت المحلية أو العالمية ليس لها، يعني هي لا تأخذ المسؤولية المجتمعية كأولوية، فنقل المعرفة وتشجيع الابتكار ليس من أولوياتهم، فهو ممكن أن يكون بصورة ثانوية نتيجة احتياجاتهم للماركتينج، نتيجة احتياجاتهم للركروتمنت، ولكن ليس شيء أساسي. فهم يحتكروا المعرفة ويشجعوا الابتكار الداخلي داخل الشركات على أساس يعني to accumulate more IPs، إما أن احنا ننقلها إلى المجتمعات الأقل حظاً، هذا لا يمكن التعويل عليه والاعتماد عليه. لا، مش قصدي أنه ينقلوها خارج شركاتهم، أنا أقصد داخل الفروع. بالنهاية المعرفة حتى وإن كانت داخل الشركات، هي لابد ما يعني
تتناقل حتى ولو بشكل غير رسمي. يعني مجرد انه انا عندي افراد في شركتي بيشتغلوا على ليفل عالي، متاح لهم الابتكار والوصول للمعلومات اللي موجودة في فروع الشركة الأساسية مثلا في خلينا نقول في أمريكا أو أيا كان، هذا الفرد يوما ما بيجي بيخرج، وهذه والمعرفة المكتسبة عنده إلا ما بيتم تناقلها، حتى إذا ما هو ما نقلهاش خارج، يعني مجرد وجود بيئة فيها ابتكار في البلد ولو كان أقل حظاً بيشجع بقية المنافسين على أنهم يرفعوا مستوى الابتكار عندهم وبالتالي يتحفز. فهي ممكن أنها ما تكونش كمسؤولية مجتمعية لأنه أنا عارفة أنه الربح أولاً، بس بتكون يعني لها يعني آثار جانبية أو آثار غير مباشرة. بلس إنه الابتكار زي ما هنا مكتوب في الشات، الابتكار فعلاً ما بدأت في الوقت اللي نحن فيه اللي فيه الإمرجنج تكنولوجيز، ونحن في وقت الثورة الصناعية الرابعة، الابتكار هو أخو الربح. فأعتقد إنه لا، القطاع الخاص متحمل جزء كبير من قيادة العملية المعرفة الابتكار بشكل أساسي. المعرفة ممكن إنه المؤسسات التعليمية اللي جاية من القطاع الخاص اللي تشيلها إذا بتكلم على القطاع الخاص. هل بتتفقوا معايا ولا لا؟ إذا سمحتي لي أختي مان، أيضا أنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني لازم نفرق بين الشركات المحلية والشركات العالمية. معظم الشركات العالمية، الفروع للشركات العالمية هي فروع للترويج ولخدمات الزبائن ولعمليات البيع، خاصة اللي تتم في دولنا العربية. أما البحث والتطوير R&D هذا يتم في المنبع أو في المقر الرئيسي الهيدكوارتر. فالتريكل إفكت غير موجود، والعمليات الأوبريشن اللي تتم في الفروع ما لها علاقة بالتصميم والإنتاج اللي يتم في المقرات الأساسية. هاي بالنسبة يعني وجهة نظري للشركات العالمية. قليل جدا منهم عندهم R&D خارج الفرع الرئيسي، وخاصة في دولنا العربية، مع أن في كثير منهم يوظفون عرب عندهم، لكن طبعا الانفايرمنت يختلف. بالنسبة للشركات المحلية، طبعا الشركات المحلية ممكن إنها تطور المعرفة وتوصل إلى الابتكار، ولكن بعد أيضا على أساس إن شركة تطور شيء أو تبتكر شيء لازم يكون عندها السوق اللي تسوق فيه هاي المنتجات. وإحنا دولنا العربية مهما ظنينا من عددنا يعني هي سوق صغيرة بالمقارنة مع الأسواق العالمية، فالابتكار يظل محدود. ولكن وأيضا الريزورسز والدعم إلى هذا الابتكار، سواء عن طريق الكونسيومر أو عن طريق اقتصاد السوق أو عن طريق الدولة، أيضا ضعيف ومحدود. ففي الوقت الحالي هناك أزمة بالنسبة للابتكار وزيادة المعرفة بالنسبة للشركات الخاصة، لأن معظم الشركات الخاصة هي في الوقت الحالي تطبق أنظمة وليس تبتكر شيء جديد، ولكن هي تعيد تغليف ما ينتج حاليا خارج الدول العربية وتغليفه وتعيد استخدامه للأشياء المحلية. يعني هاي وجهة نظري. فللحين عندنا شوط طويل يعني على أساس نوصل إلى الشركات العالمية. طيب إيش الحل اللي ممكن ينحط؟ أنا
أتمنى يعني أنه ولو حتى تتكون مجموعات ضغط على هذه الشركات، أنه بما أنك أنت فتحت فرع في البلد المضيف كجزء مثلا من التصريح اللي يمنح، وهذا ممكن يكون دور الحكومات او مثلا يكون بضغط من المجتمع المدني، انه بما انك اجيت وفتحت فرع فلابد انه يكون في جزء R&D ولو حتى داخلي، ولو حتى انت اللي تستفيد منه، بهدف انه ينشط عمليه الابتكار. وهل يعني هل هذا الحل فايبل، وهل في حلول اخرى ممكن انه يعني نخرج بها من هذه الجلسة؟ من وجهة نظري هو احد الحلول، ولكن صعب الزام شركات عالمية بانها تسوي اي نوع من R&D الا اذا كان شيء شكلي. مثلا تشوفي صفقات، بعض الصفقات الأسلحة الكبيرة مع الدول العربية، في اتفاقية انه يكون في جزء تصنيع محلي أو استثمار محلي نتيجة هاي المشتريات، ولكن في النهاية يعني في محدودية لقدرة الشركات العالمية للاستثمار محليا لإنتاج المعرفة ولإنتاج أشياء مبتكرة. فالخبرة اللي ناتجة عن المشتريات العسكرية لا تبشر إن ممكن نقل التكنولوجيا والابتكار إلى الدول. فإذا رحنا إلى مجال التقنية بالنسبة للICT والبرمجة والأبليكيشنز، فأيضاً الاقتصاد العربي ليس بالقوة اللي ممكن يفرض شروطه على الشركات العالمية، لأن للحين اقتصاداتنا صغيرة. فيجب ان احنا ننمي قدراتنا على الابتكار وعلى المعرفة محليا. واذا نظرنا الى الخبرات الأجنبية، شنو صار في اوروبا وشنو صار في امريكا وغيرها، دائما R&D يكون في دعم قوي من الحكومات اللي تريد تطور مجال المعرفة والابتكار. واذا ما كان في دعم قوي من الحكومات لن يتطور الابتكار والمعرفة بطريقة واقعية وقوية، ولن يساهم في بناء اقتصاد قوي. يعني من اللي يبتدي أول، الاقتصاد القوي أو دعم الابتكار والمعرفة؟ هو اثنينهم مهمين، ولكن يجب الدول أنها تبتدي بدعم مباشر إلى الجامعات وإلى وفتح مراكز بحث وتطوير، ودعمهم بالكفاءات وبالأموال اللازمة على أساس نبتدي هذه الصناعة الجديدة المبتكرة. شكرا. أوكي. طيب في الآن كذا توجه في المنطقة، وفي عدة يعني مناطق حتى في أفريقيا لإنشاء اللي هي الانوفيشن هابس أو مراكز تطوير الأعمال، وهذه مرتبطة بشكل كبير بصناعة الICT. بيتم فيها تجميع شباب، عمل مخيمات تدريبية لهم، بوت كامبس، كودينج بوت كامبس، عمل هاكاثونات اللي هي مسابقات لتحفيز الابتكار، مسرعات أعمال علشان نخرج بستارت أبس صغيرة. كنت أتمنى إذا في كان أشخاص يعني في من مصر، صح أستاذ كوهري إذا عادك موجود؟ طبعا بحسب الخريطة أفريقيا من World Bank حاطين إنه يعني مصر فيها الكثير من الـ فوق 8 innovation hubs داخل مصر. فكنت حابة أنني أفهم يعني هل بيلاحظوا هذا الأثر أو أثر هذه innovation hubs عندهم؟ هل بيلاحظوا تغير في landscape تبع الشركات الناشئة والشركات القائمة على الابتكار،
أو إذا أي حد من الموجودين عنده فكرة أو بيلاحظ تغير بسبب وجود الـ Innovation Hubs. ممكن شارك؟ أو أكيد تفضل. والله لو علينا في سؤال كتير مهم هو يمكن كيفية حماية الأفراد، خليني أقول في حال هم كان عندهم فكرة مشروع ابتكاري من هذه الشركات أحياناً، خصوصاً في الدول العربية، وفي تجارب عدة بهذا السياق وقعوا فيها أشخاص بهذا الإطار. الفكرة أنه هناك غياب لقوانين واضحة، سواء على مستوى الملكية الفكرية، سواء على مستوى فهم ذهنية الابتكار بحد ذاتها لدى العرب. يعني في أشخاص أوكي ملمين عندهم خليني أقول مقومات أنه يقدروا يتوصلوا لشيء. يعني بالنهاية الابتكار هو بده بحث، بده أبحاث، بده دراسات. قبل ما نحن نحكي يمكن بابتكار، لازم نحكي إلى أي حد تتوفر البيئة البحثية من أجل لهيدول الأشخاص أو الأفراد أو حتى الشركات يمكن الناشئة، من أنه يكون في أبحاث تساعدهم على الابتكار. بدون أبحاث لا يمكن أن يحصل ابتكار. شكراً. طيب ممكن تبقى أخ ماثيو. بالنسبة يعني للوصول للابتكار، أنت ما تعتقدش إنه نحن الآن في الوقت الراهن، في وجود الإنترنت، وجود المصادر المفتوحة، تكنولوجيات وتقنيات المصادر المفتوحة، المجتمعات اللي فيها مشاركة للمعلومات بشكل منفتح، ما تعتقدش إنه هذا ممكن يكون سهل علينا إنه أو ممكن ييسر لنا طريق إنه نوصل للابتكار بشكل أسرع؟ الموضوع إنه نحن بالوقت الحالي الإنترنت ساهم في مكان ما، أو هذه المعلومات موجودة. الموضوع ليس في وجود المعلومات، عندنا الحين في الوقت الراهن تضخم وانفجار معلوماتي، ولكن السؤال كيف نحن عم نستثمر هذه المعلومة. هذه المعلومة إذا ما وضعت بالتوقيت وفي المكان وفي الاستثمار المناسب هي لا شيء. الحين موجودة المعلومات، ولكن وين الابتكار اللي خليني أقول على المستوى الدول العربية أمام هذا الحجم الكبير من المعلومات؟ في فجوة، في جاب هون عم نلاحظ. من اللي ممكن يسد هذه الفجوة من وجهة نظرك؟ هلا هيدي انا وياكي ما راح نقدر نحل المشكله. بدنا نجي نفهم اول شيء في القطاع الحكومي ممكن يلعب دور، ولكن في القطاع الخاص ممكن يلعب دور. في يمكن مبادرات، ممكن يعني في منظمات بتقوم بهذا السياق، ولكن نحن يمكن ما بدي يكون عندي نظره تشاؤميه في هذا السياق، ولكن بالحد الادنى لازم نشتغل على تعزيز ذهنية الابتكارية، ذهنية البحثية. يعني أنا لما بدي أشتغل بموضوع الأبحاث بدي أبدأ بالحد الأدنى من تعزيز مهارات التفكير النقدي عند طلاب الجامعات بالحد الأدنى. إذا ما في عندي تفكير نقدي، أنا كيف بدي أقدر شوف بالنهاية الابتكار بده يجي حل مشكلة؟ أي ابتكار ما بده يجي حل مشكلة معينة لا يعد أو يمكن ما ينجح. صحيح أتفق معك، وأعتقد أنه زي ما قلت هم ممكن تتحمل هذا المسؤولية، المفروض أنها تتحملها الحكومات، ولكن في الوضع اللي تمر فيه المنطقة، وأني جاية من بلد يعني الحكومة ما لهاش وجود على أرض الواقع، فغالبا اللي يعني ممكن أنه يساعد ولا يساهم هو أنه يكون في مبادرات من مؤسسات مجتمع مدني، من قد يعني يكون في من المجتمع الدولي، إذا في يعني أفراد فاعلين على المستوى الوطني قادرين إنهم يوجهوا ولو جزء من المعونات ولا الاستثمارات اللي تدخل للبلد ويوجهوها في مجال الابتكار، نحن ممكن يكون هذا واحد من الحلول. طبعا انا ما اتخيلش انه ممكن يعني نوصل لانفجار
في الابتكار، بس اتليست زي ما قلت يعني اذا نحن مثلا بنشتغل على قطعه قطعه من قطع المشكله، يعني اذا ممكن واحد يعالج مشكله التفكير النقدي، واذا واحد ممكن يقدر يعالج مشكله الملكيه الفكريه، وهذه يشتيلها شويه حكومات، بس برضه يعني اذا في لها اي حل مبتكر اني جدا احب اسمع. في واحد من الحلول شفناه في الهند، وهو حل لمشكلة أخرى، بس أنا أعتقد أنه ممكن كمان يمشي في الابتكار، اللي هو أنه تنبني مجتمعات، خلينا نقول مثلا للمبرمجين، والمجتمعات هذه توتالي مدنية، ويكون فيها ريتينج سيستم أو نظام تقييم للأشخاص اللي ينضموا لهذا المجتمع، وعلى قد ما يكبر ويثبت قوته ووجوده هذا المجتمع، يصبح انضمامك لهذا المجتمع ووجود تقييم جيد لك من هذا المجتمع هو الشهادة اللي تقول إنه أنت مثلاً كمبرمج، كفريلانسر، كمصمم، كwhatever، أنت شخص قدير بالتعامل، شخص قدير بإنه أنا أوكل لك أعمال. هذه حل مثلاً، إحنا هي حل لمشكلة أخرى اللي هي مشكلة الثقة بالفريلانسرز أو بالناس اللي بيعملوا بشكل حر، بس هذا نموذج ممكن إنه عن طريقه أو نوصل مثلاً لحل ما تتدخلش فيها الدولة، يعني يساعد الدولة في عملية حماية الملكيات الفكرية. تكون بي مثلاً منصة يعني على الإنترنت بمجتمع قوي يشتغلوا على مسؤولية حماية الملكيات الفكرية، ممكن أنهم يستخدموا يعني السوشيال باور أو القوة الاجتماعية علشان يعني مش عارفة، يعني هذا حل الآن أجا في دماغي، إذا تعتقدوا أنه ممكن يكون فايبل أو إذا ممكن تفندوه برضو بيكون يعني كويس. أخت إيمان، يعني الكل اللي ذكرتيها صحيح ومعقول. يعني لا شك أن هاي المنصات، وهناك مثلا أو عن طريق NGOs أو عن طريق مساعدات خارجية، يمكن تطوير الفرد، تطوير مهاراته، تطوير معرفته، تطوير طرق عمله أيضا، على أساس أن يستطيع الحصول على المعرفة، تطوير هاي المعرفة. ولكن في النهاية شنو الهدف؟ ما هو الهدف من هاي عملية تطوير الفرد؟ يعني مثل ما ذكرتي من شوية أيضا، أن هناك الكثير من المراكز سواء كان في مصر أو أفريقيا أو غيرها من الدول، يعني تحتضن هاي الأفراد وتحاول أن تنتج product أو تنتج تسوي منتج، لكن هاي المنتج وهاي المراكز هي في الأساس عملية تطوير للفرد ومهاراته. طيب شنو الهدف؟ يعني ما عندنا إحصائيات، نريد إحصائيات. هل هذا إحنا لما قاعدين نطور الفرد العربي سواء المصري أو اليمني أو البحريني أو غيره من الدول، هل هو قاعد يتطور ويذهب للعمل في الشركات الأجنبية بعد ما يكتسب الخبرة والقدرة والمهارة فيذهب لتطوير الابتكارات في الخارج؟ لأن هاي اللي أنا أشوفها، هاي اللي أنا لاحظة، لكن ما عندي إحصائيات. أو إن الهدف إنه هو بعد ما نطور قدرته على البرمجة وعلى تطوير المنتجات في هاي المراكز، سواء كان أكسلريترز أو غيره، يعني بعدين يذهب ويعمل في مجال إداري سواء في الدولة أو في الشركات الكبرى. فالنهاية هاي الفرد يعني اللي أشوفه هو يا يذهب إلى الخارج أو إنه هو ينسحب من عملية
إنتاج المعرفة والوصول إلى الابتكار إلى المجال الإداري معتمداً على خبراته، ولكن القليل القليل جداً اللي هو يتجه إلى مراكز بحثية عربية أو شركات بحثية عربية ومؤسسات بحثية عربية. فأنا أشوف أن نحتاج إحصائيات، نحتاج دراسات. هاي الأموال اللي قاعدة تصرف على الأكسلريترز وعلى الستارتابس وعلى هاي الأفراد، أنا متأكد هو قاعدين نطور في قدرات الفرد العربي، بس هو في النهاية يذهب إلى أين؟ يعني مثل المثال في الهند اللي ذكرتي. طب هناك عندما يطور قدرات الفرد، هناك شركات تنتج وتبيع برودكت في أمريكا وأوروبا وغيرها، وتبيع برودكت محلياً عند سوق فيها بليون نفر. فالنهاية هي ما هو الهدف من كل هاي التطوير إلى الفرد. فإذا كان الهدف بناء قدرات عربية في الحصول على المعرفة ونقل المعرفة والابتكار والبحث والتطوير، هذا لا يحدث الآن. أنا أعتقد بحسب يعني خبرتي البسيطة، إنه يعني خبرتي أصلاً في الستارت أبس وفي الأكسلريشن بروجرامز والإنكوبيشن وهذه الأشياء، إنه أصلاً علشان يدخل الفرد لهذه المسرعات أو هذه البرامج ونصرف عليه هذه المبالغ، إحنا عندنا طريقة معينة في الاختيار أو في السلكشن، وأتوقع إنه في كمان طرق أحسن من اللي يمكن إحنا نسويها، وهذا هو الغرض أصلاً، غرضي من هذه الجلسة إنه أفهم إيش اللي موجود حوالينا. إحنا بنحاول نشوف مدى ارتباط الانتربنور اللي بنصرف عليه هذه المبالغ بالمشكلة المحلية اللي هو يحاول يحلها. لازم تكون مشكلة محلية، مشكلة حقيقية، مشكلة ملحة، ومشكلة مدرة للدخل. يعني هو لما يحلها أكيد في لها ريفينيو موديل كبير. فأعتقد أنه الأكسلريشن بروغرامز بالنسبة للستارتابز قد تكون الحل، لأنه نخلق شركات تستوعب بعدين الناس اللي تجي من محل من أماكن من أو من مراكز تطوير المهارات. لأنه زي ما قلت أنت، أنا بطور أفراد، إذا ما عندي الشركات تستوعبهم هو بيخرج الخارج. أكيد هو بالنهاية أنت رفعت مستوى على مستوى السوق المحلي، لازم يكون يعني لازم بيروح يدور مكان آخر يشتغل فيه علشان يحط مهاراته into action. فأعتقد إنه الابروتش المناسب أو الوسيلة المناسبة إنه ما يتمش الشغل على المهارات بدون الشغل على إنشاء شركات تستوعب هذه المهارات، والشركات هذه تكون مبنية على الابتكار أو هدفها الابتكار اللي يحل مشاكل حقيقية. ونحن عندنا يعني قصص مؤخراً، قصص نجاح كبيرة. يعني عندنا أول يونيكورن في المنطقة اللي هي كريم، هي جت من الوطن العربي وحلت مشكلة موجودة في الوطن العربي، وصفقة تخارجها كانت يعني من أقوى صفقة تخارج في الوطن العربي. أعتقد إنه نحن بنخلص الجلسة، فأعتقد إنه ممكن يكون ما بعد إنشاء المهارات وإنشاء الشركات كمان إن إحنا نبروموت أو نروج للسكسس ستوريز أو القصص النجاح اللي أساساً مرينا فيها وحصلت في الوطن العربي، ونحاول نأخذها ككيس ستوديز أو كحالات دراسة يتم فهمها وتعميمها على مراكز الابتكار اللي نحن الآن اللي تنشأ في الوطن العربي ويعني وتكبر. أشكرك ماثيو. أوكي شكرا على الدليل، أنت شاركت في الشات دليل على الملكية الفكرية، أشكرك جدا عليه. سو بلخص بس اللي خرجنا فيه، عندي دقيقتين أعتقد ونختم. اللي خرجنا فيه إنه الملكية الفكرية مهمة جدا نبدأ نفكر فيها قبل ما نفكر في عملية الابتكار. إنه الابتكار مش مسؤولية فردية، الابتكار هو في مرحلة الفرد هو يعني مسؤول عن تطوير مهاراته وتطوير معرفته.
اتفقنا انه ممكن الحل اللي جاي من خارج انه الار ان ديز تجي من خارج قد يعني قد تكون حتى ولو فيها الزام ممكن ما يكونش هو الحل المناسب لانه قد يكون شكلي. والافضل انه الحل والتطوير يتم من داخل المنطقة العربية بايادي الشركات او الستارت ابس العربية. نحن طبعا جلسنا في قطاع السوفت وير انجينيرنج، ما انتقلناش لغيره، بس كانت يعني جلسة جدا اني انبسطت فيها، واشكركم جدا على تفاعلكم، اشكر اللي شاركوا، اشكر اللي استمعوا، واتمنى ان تكون هذه الجلسة يعني لمستكم بطريقة أو بأخرى أو أضافت لكم بطريقة أو بأخرى. وشكرا لكم، وأتمنى أن نلتقي في ملتقيات أخرى، وبحط لكم هنا إيميلي، وإذا تحبون تتواصلوا معايا. وطبعا اني في المنصه على منصه الحدث موجود حسابي لينكد ان، وموجود اتشرف باضافه كل اللي موجودين، وشكرا جزيلا لكم.